التعليم النهارده انا فرحان جدا من سياده الدكتور الوزير رضا حجازي، لانه الحمد لله عرف ان الله حق وان الغلط ما يتسكتش عليه وان اللي عايز يضحك على المصريين بياخد فوق دماغه. النهارده رسمي رضا حجازي يتراجع عن فكره سبوبه الدروس الخصوصيه. وزير التعليم يخطر النواب رسميا بالتراجع عن ترخيص مراكز الدروس الخصوصيه. راجل جاب ورقه يا عيني من اول بقين او من اول جلستين وقال لهم انا خلاص ده كان مجرد تفكير كده يا اخوانا، كنت بفضفض معاكم ببقين، لا هنعمل دروس خصوصيه. ورجعت الدروس الخصوصيه تاني خطر. يعني كنا عارفين ان الدروس الخصوصيه خطر وده معلومه مفروغ منها. لما الوزير راح مجلس النواب بعدها 24 ساعه كانت الدروس الخصوصيه مش خطر ونقدر نستفيد منها ونعمل منها سبوبه ونلقط منها قرشين وننصص مع المدرسين ونحلب اولياء الامور. قوم النهارده رجعت تاني خطر الدروس الخصوصيه وتهديد ووعيد من وزاره التعليم لجميع العاملين في الدروس الخصوصيه سواء كانت مراكز او مدرسين او بعض العاملين حتى من خارج العمليه التعليميه. اعرف بعض الاطباء بيدوا دروس خصوصيه في بعض المواد زي المواد العلميه والاحياء للثانويه العامه. بشكر اي حد كتب كلمه واي حد وقف واي حد قال لا. اعضاء مجلس النواب اللي اخذوا الوزير غسيل ومكوى وقفوه وشه للحيطه في البرلمان بسبب موضوع الدروس الخصوصيه، النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اولياء الامور، المدرسين، اي حد وقف هذه المهزله المسماه بسبوبه الدروس الخصوصيه وترخيص وحوكمه الدروس الخصوصيه ببعت له الف شكر. نكمل بقى مع التعليم. في الوقت اللي احنا عندنا مصيبه في التعليم متمثله، قلت لحضرتك كتير، متمثله في نقص وعجز واهمال وعدم وجود بنيه تحتيه. النهارده كانت شرم الشيخ هي موضوع المدارس المصريه. معظم المدارس النهارده بقرار سيادي من السيد وزير التعليم كلموا عن قمه شرم الشيخ. كلموا الطلبه في اولى وثانيه وثالثه ابتدائي، تلاميذ اللي عمرهم 7 و8 و9 سنين، عن قمه شرم الشيخ وقد ايه الانجازات وقد ايه احنا دوله بتحترم المناخ وقد ايه احنا دوله كيوت ولطيفه وجميله، لدرجه ان الراجل بتاع مدير عام الاداره التعليميه بنجح حمادي في محافظه قنا النهارده راح بنفسه في طابور الصباح، وقف الطلبه والطالبات ساعه في عز الشمس عشان يكلمهم عن قمه شرم الشيخ، ندوه بالثانويه العامه بنات بنجح حمادي القاها النهارده السيد راجح صابر الطيب مدير عام اداره الاداره التعليميه بنجح حمادي في طابور الصباح بعد السلام الوطني. الكلام ده كان في مدرسه نجح حمادي الثانويه بنات، وده الحال في عموم مدارس الجمهوريه سواء كانت ثانويه او اعداديه او ابتدائيه. كل النهارده بيتكلم عن قمه المناخ، كل سبب المشاكل اللي احنا فيها والازمات التعليميه. نسينا الطفله يارا اللي ماتت امبارح وطلعت التسجيلات بقى النهارده عشان تكذب كلام وزاره التعليم. امبارح قلت لحضراتكم يارا ماتت بسبب خوفها من الامتحان. وزاره التعليم قالت ابدا احنا ابرياء وملناش دعوه. النهارده امها بنفسها تسجيل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، امها بتقول بنتي ماتت على الملزمه وهي خايفه من الامتحان ومش عارفه تحل ده بسبب بعبع رابعه ابتدائي. بتستمر ايضا الازمات، ازمات التعليم. النهارده حصل اعتداء من اسره احد التلاميذ على مدير مدرسه في الغربيه وضربه بالجزم اخر كده. العمليه التعليميه النهارده بقى فيها حاجه غريبه جدا وظاهره غريبه جدا، اعتداء الطلبه على المدرسين واولياء الامور على المدرسين، وايضا اعتداء المدرسين على اولياء الامور. النهارده فقط حالتين، الحاله الاولى عشان ما خرجش ابنهم، اعتداء اسره التلميذ على مدير مدرسه في الغربيه بالحذاء، مدير مدرسه قاسم امين الابتدائيه التابعه لاداره زفته،
واللي اتضرب النهارده الراجل بالجزمه قدام المدرسين والطلبه لمجرد انه مرضاش يخرج ابنهم. بطبيعه الحال المهندس ناصر حسن وكيل وزاره التعليم بالغربيه قرر فتح تحقيق عاجل في القضيه. دي كانت الحادثه الاولى. الحادثه الثانيه العكس. فاكرين الطفله بسمله؟ كانت في رابعه ابتدائي اعتقد في مركز بسيون محافظه الدقهليه. في اول اسبوع من المدرسه لما ضربها المدرس على دماغها بالعصاية وجالها نزيف في المخ وماتت بسمله. النهارده بسمله جديده لكن في محافظه الشرقيه. نزيف بالمخ، اعتداء مدرسه على تلميذه بالشرقيه، الطفله اللي قدام حضراتكم هانا اشرف محمد طالبه بالصف السادس الابتدائي مدرسه الجلاء الابتدائيه التابعه لاداره هي التعليميه محافظه الشرقيه. النهارده نايمه في حاله خطره في المستشفى مصابه بنزيف في المخ بعد اعتداء مدرسه العلوم عليها بالعصايه على دماغها. للمره الثانيه خلال اقل من شهرين. الاولانيه بسمله ماتت والثانيه هنا نتمنى لها الشفاء وتعدي على خير. اول قرار من وزاره التعليم كان التعليم الاول قال انها ضربت الفصل كله. وده مش مبرر لان الضرب ممنوع النهارده في المدارس، لكن نقل او تفاصيل نقل مديره ووكيله مدرسه واستبعاد المدرسه ده بسبب ضرب طالبه في الشرقيه، ده كان اول قرار من مديريه التربيه والتعليم محافظه الشرقيه واللي قررت نقل المديره واستبعاد المدرسه ده بسبب عمليه الضرب. تجيب حد كده خبير في التربيه، خبير في السلوك المجتمعي، يقعد كده يمسك ملف التعليم في البلد. بعيدا عن الفشل والإهمال مش هتكلم النهاردة عن مشاكل التعليم، لكن ظاهرة العنف اللي موجودة النهاردة في العملية التعليمية، العنف ضد المدرس والعنف من المدرس، العنف ضد الطالب والعنف من الطالب. ليه النهاردة المدرس بيضرب الطالب بقهر كأن بينه وبينه طار فيموت واحدة والنهاردة واحدة تانية أو طفلة تانية نايمة ما بين حياة والموت؟ ليه كل يوم بنشوف أولياء أمور بيجوا يضربوا المدرس اللي المفروض بيربي ابنهم وبيعلمه، بيهنوه بيضربوه بيسحلوه زي ما حصل مع المدرسة بتاعة البحيرة، أو بيضربوها على وشها زي ما حصل مع مديرة المدرسة في بني مزار في المنيا، أو بيضربوه بيتلموا عليها زي ما حصل مثلا في مطروح الأسبوع اللي فات؟ حد يقول لنا لماذا تشهد المدارس النهاردة حالات عنف من أولياء الأمور ومن المدرسين والمصيبة أيضا من الطلبة؟ دي ظاهرة بدأت تنتشر في البلد محتاجين نحلها، لأن فساد العلاقة ما بين المدرس والطالب، فساد العلاقة دي هيؤدي لفساد وفشل العملية التعليمية أكتر ما هي فاشلة. محدش يقول لي هي خربانة خربان، لا، لف التعليم ده هنفضل كلنا وراه لحد ما يمشي لقدام. يمشي لقدام بقى برضا حجازي ولا من غير رضا حجازي؟ يمشي قدام بغاية الحكومة ولا من غير غاية الحكومة، بإرادتها ولا من غير إرادتها؟ مستقبل ولادنا، مستقبل البلد يتمثل في نجاح ملف التعليم. خلينا نقول أيضا يعني عشان ما نبقاش بنعرض الجانب السلبي، النهاردة كان فيه حاجة في دمياط ظاهرة إيجابية، وتعليم دمياط أطلقت مبادرة لإعداد المعلم المبدع. لا، روح لي الأول على خبر تعليم دمياط. تعليم دمياط تطلق الجزء الثاني من مبادرة معا لإعداد معلم مبدع، ده حسب ما أعلن مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التعليم في دمياط، واللي عمل سلسلة من التدريبات للمعلمين في عموم المحافظة لتدريبهم على كيف يتعاملوا مع الطالب، كيف يتعاملوا مع المناهج، كيف يتعاملوا مع النقص في بعض الوسائل. ده مبادرة أو دي ظاهرة إيجابية في محافظة دمياط، بنشكر السادة المسؤولين عليها أو القائمين عليها. لكن عندنا مشكلة أيضا، نقص المدرسين. حتى لو عملت إعداد للمدرس انت عندك عجز ضخم جدا في المدرسين، المفروض نشوف حل نسد بيه هذا العجز وهذه المصيبة السوداء. أما تعليم اسكندرية فأيضا عامل حاجة إيجابية النهاردة،
نظمت دورات تدريبية للطلاب والمدرسين للتعامل مع الحرائق. حسب ما أعلن الدكتور العربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم أو التربية والتعليم بإسكندرية، واللي قال أنه بيتم تدريب الطلبة والمدرسين وجميع العاملين في المدارس والإدارات على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث وأهمها الحرائق، ده بعد انتشار الحرائق في البلد خلال الفترة اللي فاتت، ومع الأسف في فترات طويلة جدا بتتأخر المطافي أو الدفاع المدني، فالمفروض الكل النهاردة يكون مدرب على التعامل مع هذه الأزمات. بشكر السادة القائمين على التعليم في دمياط، بشكر أيضا مبادرة السادة القائمين على التعليم في اسكندرية، وأتمنى معالي الوزير اللي قاعد في المكتب المكيف بتاعه في القاهرة ينزل يشوف ماذا يحدث في المحافظات. نتمنى السلامة أيضا للطفلة المصابة في محافظة الشرقية هنا أشرف محمد، التلميذة بالصف السادس الابتدائي في مدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة هيهية التعليمية محافظة الشرقية.